الطاقم المقدوني ماتشو بيسكي وسلاف نيكولوف. أما مراقب المباراة والمقاطي والمسجل الصربي جوفان وميهيل البيلاروسي، ويراقب المباراة النرويجي بيير مارتن. بيني فيغارت المدير الفني اللي بيقود ماكبرغ اليوم، والبرغ سيفان ماتسن هو اللي بيقود البرغ اليوم. اللي هيفوز من الاثنين هو اللي هيلعب المباراه النهائيه، والخاسر هيلعب على الثالث والرابع. سيفان ماتسن اللي قدام حضراتكم هو المدير الفني لألبورغ، واللي عمل مفاجأة كبيرة جدا لما وصل لمربع الكبار في أبطال أوروبا. قدام حضراتكم سبيستيان بارهولد الجناح اللي بقول لحضراتكم أميز لاعبي ألبورغ. هيبقى على شمالنا بالأخضر ماكبرغ، على يميننا بالأبيض ألبورغ الدنماركي. بطولة العالم للأندية سوبر كلوب نسختها ال 14 أو النسخة ليها كانت عام 97، كانت في النمسا في فيينا بالتحديد. كان تاباريا الأسباني هو اللي حصل على هذه البطولة بعد ما فاز في المباراة النهائية على دريمن النرويجي 30-29. أول الكرات بعد العد التنازلي في الصالة، في صالة الجوهرة اللي بتتزين حقيقي تنظيم رائع في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الاتحاد السعودي، تنظيم كبير جدا واحتفالية رائعة. هذه البطولة هي احتفالية رائعة للأندية، بتتقابل كل اللغات فيها، كل اللغات فيها، آسيا وأفريقيا وأوروبا. تمرير خط خلفي، عايز يعدي يرجع مرة تانية يلعب الكورة، يرجع عايز وادي أول الأهداف، عملها كويس قوي، ما يقدرش يعمل لها حاجة خالص. هنا سيمون جادي الحارس المميز في الكرة اللي فاتت، أول الكرات المكبر تمرير. يطلع من على الدايرة، عايز يعدي يرجع بيها مرة تانية، فيليكس كلار لوكاس ساندل يلعب كرة حلوة قوي على الدايرة وبيدي تحت فرصة بصدد كويس قوي. فيسيان تروح مرة تانية لماكبرغ، عايز يعدي. الخبرة الكبيرة، الخبرة الكبيرة، أكبر اللاعبين ولكنه لاعب ثمين، ماركو بيسياك السلوفيني عملها حلوة قوي، عملها حلوة قوي، رمية حرة. بقول لحضراتكم فرقة كويسة قوي، دي ماركو بيسياك لاعب عنده خبرات كبيرة قوي. ماركو بيسياك تمرير خط خلفي، عايز يعدي هنريك يشوط الكرة لوكاس، لكن يلم الكرة كويس قوي من الجناح اليمين مارتن لارسن. مرة تانية تمرير، عايز يعدي يسيب ياخد رمية حرة. يونس سامولسن مرة تانية تمرير، عايز يعد لا وقف رجع مرة تانية. كل ده بيجهز في الخط الخلفي وعايز هنا يخش من حتة تانية. بيوتر يلعب الكرة حلوة قوي على الدايرة، رائعة الكورة، رائعة الخطورة في إيقاف دقيقتين. لا اداله انذار، هو خاف يديله، خاف يديله إيقاف دقيقتين. ريني أنتونيسان من اللاعبين اللي أثروا في مباراة قبل النهائي في أبطال أوروبا، هو كان سبب رئيسي
مع الحارس ده سيمون جد ويحرز الهدف. عملها كويس قوي، لعب كرة من تحت رجل الحارس بمهارة رائعة اهو قدام حضراتكم، مرر الكرة كويس، شاطها كويس. دايما اللاعبين اللي بيبقى عندهم احساس التصويب الرائع ده هو بيفرق كتير جدا. مرة تانية تمرير، عايز يعدي اومان، تمرير يرجع يلعب تروح بره، يستلمها بصعوبة، يجري مرة تانية، ماجدبرج رايح في انفراد تام، اومار الباك اليمين عملها كويس قوي. اومار ماجنسون الايسلندي، لكن ياخد رمية حرة. ادي الكورة في الإعادة، مرة تانية تمرير، عايز يعدي بالكرة، يلعب فيليكس كلار، حلوة قوي هنريك بكلير، ياخد رمية جزائية لألبورغ. بكلير الدنماركي خبرة كبيرة قوي، لعب هنا في مصرنا في آخر بطولة عالم لما حصلوا على الميدالية الذهبية. الدنمارك بكلير هيتصدى للرمية الجزائية، الحارس مايك يانسن، يوه تيجي الكورة في العارضة من أفضل لاعبي ألبورغ والهداف، يضيع الرمية الجزائية أهو. سبيستيان بارثرول أحرز 8 أهداف في البطولة إلى الآن. تمرير سيب الكرة، عايز يعدي، شوف الكرة قوية قوية قوية، البولندي بيوتر كوكوفسكي عملها حلوة قوي، يعدي لوكاس ساندل يتصدى له مايك يانسن، لكن ياخد رمية جزائية. ساندل ايقاف دقيقتين، لوكاس ميترنس وياخد ايقاف دقيقتين. مرة تانية رمية جزائية، يهوش ويحرز الهدف بوليسن، باستر بوليسن الدنماركي، يلعب الكرة قوية قوي على يمين الحارس، يهوشه أول مرة أهو يول بوليسن، 28 سنة هذا اللاعب. تمرير خط خلفي، ماركو بيسياك يطلع له من على الجناح عشان يعمل خلخلة دفاعية، يروح مرة تانية كريستيانا سوليفان، بيسياك أومار عايز يعدي، بيوترا يتصدى المرة دي، بينزل في الزاوية الأرضية اليمين سيمون جادي. مرة تانية هنري لوكاس، هنريك يعدي كويس قوي لوكاس، يا 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 لوكاس ساندال شوف بيعمل ايه، بيعمل سبانجل كده رائع قوي، بيطلع وينزل بالكوره سبانجل، يطلع برجله الثابته، يا سلام والثابته تفتح، يشوط الكوره قويه قويه لوكاس ساندال السويدي. تمرير خط خلفي، عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة قوي، ماركو بيسياك صانع الألعاب أسلوبيني، عنده خبرة رائعة، عنده خبرة رائعة، شوف 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 المهارات اللي يحبها له ماركو بيسياك، 34 سنة من 2006 يلعب لمنتخب سلوفينيا، شوف الإعادة هتشوف هنا المهارة بإجادة، عملها رائعة. مرة تانية يعملوا سرعات، عملوا الجملة التكتيكية والحارس 100 100. مايك يانسان انفراد تام، بص عمل ازاي النجمة قدامه
ايده اليمين ورجله اليمين. نموذج نموذج للحارس لقفل الزوايا. كرة ماركو بيزياك لو انا النهارده بقول افضل كرة الى الان هي كورته هو اللي معاه الكرة ده. عمر تمرير خط خلفي ياخد رمية حرة مرة تانية عايز يعدي يرجع بالكرة. عمر عمر على الايسلندي يلعب الكرة على الدايرة يقف قدامه قافلين دفاع 6-0. شوف الكرة اوه البولندي الحل عندي يشوط الكرة قوية جدا بيوترا من الباك ياه 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 عملها حلوة قوي 7-2 اهو لا 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 شاط الكرة قوية 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 ناس بياخد الوقت المستقطع عشان يدي التعليمات للاعبين نتابع مع بعض هيقول ايه المدير الفني بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه لألبورغ السيفان الى الان احرزوا 7 اهداف ماجدبرغ من 8 تصويبات بنسبة 88% هدفين لألبورغ نصيف ابطال اوروبا من 6 تصويبات بنسبة 33% مباراة قوية مرة تانية تمرير الكرة في الجناح ياخد رامية جزائية صح دفاع من داخل 6 متر مظبوط جدا رمية جزائية هيشوط لسن ويحرز المرة دي تصويبة قوية بوستيرا يو لسن عملها كويس قوي على شمال الحارس في الزاوية الأرضية مرة ماجنسون رقم 14 ده الباك اليمين لاعب مؤثر جدا أول ما يشتغل بيختلف كتير جدا مع ماجدبرغ كان سبب رئيسي كان هو الهداف في الدوري الاوروبي يقطع من على الجناح يسيب الكوره يرجع عشان يرجع تاني مكانه عشان يعمل الخطوره مره تانيه ضغط من الشمال لوكاس عايز يعدي عمر بره عمر يلعب الكوره كريستنسن اللي بينزل على مستوى الهجوم دلوقتي فيليكس كلار مهاره غير عاديه فيليكس كلار يلعب الكوره حلوه قوي يستلمها رائعة ياسبر نيلسون السويدي الخبرة الكبيرة الخبرة الكبيرة هذا اللاعب ياسبر نيلسون وقف قدامه كويس قوي ادي الكورة بص هنا تمريرة من الخط الخلفي الخط الامامي بالرغم من ياسبر نيلسون مش بيهاجم بشكل كبير على مستوى الدايرة نيلسون تمرير عمر عايز يعدي يسيب الكورة الباك اليمين عمر ماجنسون يديله من على الدايرة شوف 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 السلوفيني يا سلام ماركو بيسياك تحركات رائعة بيسياك يرجع مرة تانية كلار مهارة غير عادية ياخد رمية حرة ياخد رمية حرة ادي بقول لحضراتكم رائع ماركو بيسياك 34 سنة مهاراته كتير بتعمل التغيير صانع الألعاب الخطير السلوفيني ماركو بيسياك لمكبر تمرير عايز يعدي لوكاس ساندل يعمل فاول مهاجم دخول بقوه يجري يلعب له مايك يانسن عايز يعمل هجمه سريعه ماركو بيسياك يغير
بينزل على مستوى الجناح. جول رود بدا هو اللي بيغير من على الدايره. هارنيك جناح اليمين تمرير يلعب الكره كويسه. يا سلام يا سلام على التمرير الساحره الماكره، عملها حلوه قوي ميكيل نيلسون، عملها له كويس قوي. استلم الكره على الدايره لكن عايز يعدي لوكاسا، عملها حلوه قوي، استلمها كويس قوي. يرجع مره ثانيه ماجنوس جولرود، استلم الكره تحت ضغط دفاع. وبص حضراتكم عملها له رائعه رائعه. جولرود استلم الكره وما شطش الكره باستعجال، يعني لعب الكره كويسه قوي وبهدوء جدا، بس شاف فين الحارس ولعب الكره. هو دي النقطه المهمه، عايز يعدي يشوط الكره قويه قويه لكن حائط صد ويطلع. عايز يعدي يلعب الكره على الدايره، ياخد رمية حرة. بيدافع دلوقتي على مستوى الدايرة في مركز ثلاثة بالتحديد البولندي، هو اللي بيدافع بيوتر. أما اللي بيهاجم على مستوى الباك الشمال غير دلوقتي بين تفيجرت، خلى ميكل نيلسون هو اللي بيهاجم. لوكاس ساندال مش في حالته النهاردة، لكن بص يا 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 هو مش مظبوط على التصويب، لعب الكورة بشكل عجيب. استلامه كويس قوي كريستيان بورنسن الدنماركي 32 سنه، يلعب الكوره هارنيك يرجع مره ثانيه ياخد رميه حره. الجناح اليمين لاعب مؤثر اومار ماجنسون، مرة تانية شوت الكورة حائط صد. يرجع مرة تانية عايز يعدي يا شوت الكورة قوية قوي. الباك الشمال نيكولاي كريستنسن الدنماركي 24 سنة، استلم الكورة رائعة، لعب مع منتخب الدنمارك من 2021. كريستنسن عملها كويس قوي. مرة تانية تمرير عايز يعدي يرجع استوفيني، يرجع مرة تانية عمل حلوة قوي اومار ماجنسون، لكن ياخد رمية حرة مش شامة جزائك. هو بيطلعوه لبره، بيطلعوه لبره عشان ما يشوطش الكرة مستريح. هنا بقى ذكاء دفاعي، ما يبقاش اللاعب يقدر يلف يعني براحته وبالتالي يقدر ياخد رمية جزائية. مرة تانية وهدف رائع عملها كويس قوي. هو بينزل يلعب الكرة في الجون، يعمل الهجمة السريعة، السرعة قدام السرعة، يجري مرة تانية ماجبرج يلعب الكرة اومار ماجنسون قطع له تي هورنيك اللي هيشوط الكرة قوية. سيمون جادي ده معادي يقفل الزوايا، يجروا مرة تانية. البورغ من الشمال لوكاس يمسك الملعب، هو هنا اللي استفاد. ليه؟ هو صوب الكرة على المرمى، أحرز هدف، رد بهدف، إذا ما عندوش مشكلة. الفرق بقى 3 أهداف، قلصوا الفارق، الوقت المستقطع أفادهم كتير إلى الآن. لوكاس يعدي بالكورة حلوة قوي، ولكن الحارس يا مايك يانسن يزيد المباراة حماس. بص مين بيسقف له، يعني جرين حارس ثمين لسه ما شاركش في اللقاء، هيلعب لباريس سان جيرمان الموسم القادم. تصويبة قوية فيليكس كلار، مهارة معاه فيها تحتار كلار، لما هو يلاقي كل الطرق مقفولة هو اللي عنده الحلول، هو المسؤول. فيليكس كلار يعدي كويس قوي، عملها رائعة من الباك ميكل نيلسون، عملها حلوة قوي. 31 سنة الدنماركي ميكل نيلسون لاعب له الاستبرو الدنماركي. هذا اللاعب هو بينزل بس على مسؤولية الهجوم، بينزل مكانه دايما بيوتر على مسؤولية الدفاع. يلعب كرة حلوة قوي على الدايرة، يا سلام بيلف تمام التمام ويقاب دقيقتين.
اهو كريستيان سوليفان ياخذ ايقاف دقيقتين. لكن بص هنا ياسبر نيلسون السويدي خبره قويه ومدافع حديدي السويدي ياسبر نيلسون. كريستيان سوليفان هو اللي خد الايقاف دقيقتين. جرين هياخذ الرميه الجزائيه. يعني جرين الدنماركي خبره كبيره 33 سنه هيتصدى لبول ليسن ويلعب الكره. بوستيريو ليسن عملها حلوه قوي ويقلص الفارق. خدها له على شماله كده. الاثنين بيلعبوا في منتخب الدنمارك طبعا مع بعض من 2016. بغض النظر البطوله الماضيه لم يشارك يعني جرين كان للاصابه. كان لسه راجع من الاصابه وما جاش لعب البطوله الماضيه هنا في مصرنا. مره ثانيه عايز يعدي يعدي كويس قوي. لا 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 هو النهارده الحكايه الباك الشمال عملها حلوه قوي ميكال نيلسون. مره ثانيه عملها كويس قوي اهو قدام حضراتكم. عدى رائعه رائعه رائعه. تقاطع خط خلفي يلعب الكوره رجع بعد ما وصل انه هيشوط على المرمى وقف ما شطش. تمرير ويحرز الهدف. رائعه 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 من الجناح كريستيان بورنيسان عملها حلوه قوي. يستلم الكوره رائعه كريستيان بورنيسان 32 سنه من 2012 يلعب لمنتخب الفايكنج. هذا اللاعب كريستيان اول مواسمه مع ألبورغ. هذا اللاعب مره ثانيه تمرير عايز يعدي صد كويس قوي. المرمى خالي المرمى خالي. الهدف غالي غالي. نيكولاي كريستنسن يلعب الكوره اهو المرمى الخالي يلعبها حلو قوي. طيب هنا تعديلات القانون هدف مضمون لو الفريق اللي عمل الزياده العدديه وخلى الحارس بره ولعب مكانه لاعب مشكلته لو المسبص حصل. كره خطا تمرير الخطا. ديجمار مره ثانيه عايز يعدي ياخد رميه حره. عايز اوه تصويبه قويه قوي. لا 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 لاعب غير عادي تجمر. ياه ياه عملها حلوه قوي. هذه الكره كإلا تجمر. تمرير خط خلفي مره ثانيه فيليكس كلار. يا سلام يا سلام على المهارة. يا لاعب رائع لاعب رائع عمل خداع كويس قوي اهو راح شمال جاي مين. رائع رائع رائع. عنده حلول عنده حلول كتير عنده حلول كتير. رمية جزائية المتخصص للرميات الجزائية يولسن بوستيرا يولسن هيعمل كرة قوية. الدنماركي 28 سنة هذا اللاعب تصويبة قوية قوي. لعب ثلاث مباريات دولية أحرز خلالهم سبع أهداف مع الدنمارك. يوليسن 13-12 فرق بقى هدف بعد ما كان الفرق أربع أهداف بينزل كل شوية. عمل الريمونتادا وشوف الكرة قوية عملها حلوه قوي من الباك اليمين. يا كايس ماتس عملها كويس قوي. الدنماركي لكن ياخد رميه حره اعتقد في عقوبه. شاط الكوره مارتن لارسن لكن اعتقد في عقوبه. بياخد بيوت البولندي ايقاف دقيقتين
ولحضراتكم ودفعوا دفعه قويه جدا، دفعوا دفعه قويه جدا. مره ثانيه تمرير عايز يعدي يشوط الكره قويه، يعني جرين حارس ثمين رغم العدد يعمل المدد، عندهم نقص عدد. شوف شوف الحارس، يا لو شفنا هنا الكوره في الاعاده، هو عدى كويس قوي وانفراد تام تام، هو ريفلكس عالي، سرعه رد فعل رائعه من يعني الجرين. يعني الجرين حصل على ذهبيه ريو دي جانيرو مع الدنمارك على مستوى الاولمبي. تمرير مرة ثانية، هو عنده هنا الحلول اسلوبيني، يلعب الكرة حلوة، ياه كان عايز يتمرر الكرة، سيمون جادي يلعب الكرة، المرمى الخالي، يقدر يلعب الكرة طبعا سهلة، يلعب الكرة سهلة ويحرز الهدف كريستيان بارسن. بيبص لياني جرين، الاثنين طبعا بيلعبوا مع بعض أكتر من مرة، الاثنين في المنتخب الدنمارك من 2012 الاثنين. كريستيان بارنسن يحرز الهدف، الجناح اليمين. أربعتاشر هدف من 18 تصويبة بنسبة 78% إلى الآن لماجدوبر. يلعب الكرة على الدايرة، هيلة 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 هيلة، بص ازاي لف الكرة، بص ازاي عمل الخطورة. إيقاف دقيقتين، ياخد إيقاف دقيقتين. مارتن لارسن، بص هنا بقى استلم الكرة، يا يلف ازاي يعمل الخطورة تحت ضغط دفاعي ماجنوس جولروت النرويجي، عملها رائعة بشكل غير عادي. 29 سنة هذا اللاعب، يلعب لمنتخب النرويج من 2010، 2010 لاعب عنده خبرة كبيرة مع ماجدبرج من 2020 موسم الماضي، أول بداية رحلته الاحترافية في ماجدبرج. يلعب الكرة في الجناح، يدخل كويس خالص، يدخل لوحده كويس قوي، سبيسيان بارثولد عملها كويس قوي، سبيسيان النرويجي بارثولد. 30 سنة هذا اللاعب، هو خامس الهدافين في البطولة إلى الآن، هذا اللاعب سبيستيان أحرز 8 أهداف، الفرق هدف. بعد ما عمل الريمونتادا ألبورغ ماجدبورغ فريق ما بيلعبش الكرة بسهولة، شوف ازاي الطريقة مش معقولة، لف الكرة عمل الخطورة. ادي التمرير عملها له كويس قوي أومار، هنا مفيش هزار، لف الكرة حلوة أو فيليب، ياه لفها كويس قوي، خدع الحارس كويس قوي، رست ايديه اشتغل كويس في الكورة، هنا مهارة تعمل خطورة، مش بس التصويب من بعيد، لا لا لا، ده العجيب انك تقدر تلف الكورة من زاوية صعبة جدا زي ما عمل. مرة تانية تمرير كلارف، واقف تحتيه لاعب قوي جدا، المرمى خالي، تتقطع الكورة، المرمى خالي رايح لوحده، اهو بقول لحضراتكم المرمى خالي، هاريك عملها كويس قوي، الجناح اليمين الالماني 30 سنه من 2017 يلعب للماكينات، هذا اللاعب هاريك مع ماجدبورغ من 2019 17 14 لصالح ماجدبورغ. أبطال الدوري الأوروبي مرة ثانية، تمرير بينيت فيجارت المدير الفني، عمل إنجاز كبير قوي مع ماجدبورغ في البطولة الماضية. مرة ثانية لوكاس ساندل يلعب الكرة، فيليكس كلار عايز يلعب الكرة في الجناح، يا سلام على قطع الكرة بنجاح، تروح في الزيادة، هنا الإفادة سيمون جادي، ولكن تيم هورنيك السرعة ماجدبورغ والدفاعات لماجدبورغ. تيم هورنيك الالماني لعب من 2014 ل 2019 للليمجو الالماني قبل ان ينتقل لماجدبورغ.
مرة ثانية لوكاس ساندل، فيليكس كلار صانع العاب عايز يعدي يسيب الكورة كريستيان يروح على مركز صانع العاب يرجع مرة ثانية كريستنسن كلار أفلين على الدفاع ولكن تصويبة قوية نيكولاي كريستنسن 24 سنة شاف كورة قوية قوي هنا يلعب الكورة على الدايرة تتقطع جول رود كان عايز يقابل الكرة سميتس هنا عمل التغطية الدفاعية كويسة قوي في اللقطة اللي فاتت رائعة الإعادة هنا الإفادة ليه؟ التناغم الحركي الإيقاعي اللي عامله ماجدبرج هو اللي قافل على خطوط التصويب الفرقتين عندهم ميزة واحدة عندهم خط خلفي بيقدر يشوط عندهم صانع ألعاب يقدر يعدي طيب مين يقدر يأدي اللي هيقفل الدفاع مظبوط اللي هيمنع إنه يفوت مرة تانية تمرير يلعب وينزل سوليباو سيمون جادي سيمون جادي جيم عادي راح في الزاوية اليمين حلوة قوي ويشيل الكرة من التصويبة اللي كان عايز يعمل بيها اهو شاط كرة قوية قوي كايس ماتس تصدى له جادي مرة تانية فيليكس كلار ينعل عايز يقدر يلعب الكرة قوية لكن التصدى كويس قوي يعني جرين نيكولاي كريستنسن الباك الشمال قدم ماركي بيعدي هنا عايز بيشوط الكوره هنا قفله كويس قوي راح على مستوى الباك اليمين يدافع نيلسون يغير غير طبعا لانه ما ينفعش لازم يبقى تشيرت سليم 100% 18 15 82% القوه الهجوميه لماجدبرج ل 71% لالبورغ الان يعني جرين يتصدى لتصويبات المهارات من كلار صانع الالعاب فيليكس كلار يطلع له كويس قوي من على الجناح كريستيان يلعب الكوره عايز يعملوا ثنائيه كريستيان ونيكولاي كريستنسن كريستيان 32 سنه خبره كبير قوي هذا اللاعب مره ثانيه عدي عدي كويس قوي سابها لكلار يا سلام يا سلام كان عايز ياخد رميه جزائيه لسه ما فيش قرار في ايقاف دقيقتين لتاني مره بيوت اهو بياخد كرافيسكي بيوتر البولندي ياخد ايقاف دقيقتين يلعب الكوره نقص عددي يقدروا يعملوا خطوره هنا مستريح قوي ويدخل كويس قوي من الباك اليمين ويحرز الهدف مارتن لارسن الدنماركي 29 سنه هذا اللاعب من 2015 لعب لمنتخب الدنمارك مارتن لارسن محطاته الدوليه مع الدنمارك مش مباريات كتير لارسن 12 مباراه دوليه احرز خلالهم 20 هدف دولي الباك اليمين عندهم طبعا لاعب رائع او اثنين بيلعبوا على المستوى ده في الباك اليمين الدنمارك من افضل اللاعبين. مره ثانيه هارنيك يقطع من على الجناح يرجع مره ثانيه المرمى خالي لماجدبرج تقاطع الخط الخلفي الهدف بيبقى غالي عايز يعدي كايسميتس يلعب الكوره بره يجري سيمون جادي اهو يلعب الكوره باقي دقيقتين وثواني عايز يلعب الكوره في المرمى لكن رجع خلاص الحارس يعني جرين. مرة ثانية تمرير كلار يجاز كويس قوي يسيب الكورة نيكولاي ياخد رمية حرة 18 هدف من 23 تصويبة نسبتهم 78% بتلعب الكورة المرة دي ويحرز الهدف ال 17 من 23 تصويبة بنسبة 73% النسب بتتغير والمباراة تحير رايحة لفين رايح الفين يستلم الكرة كويس قوي ياسبر نيلسون السويدي 31 سنة مدافع حديدي ومهاجم قوي جدا تمرير عايز يعدي سميتس يرجع مرة تانية سميتس يعدي حلوة قوي كايا لكن سيمون جادي يلعب كورة يروح الهجمة السريعة أوه.
من الجرين حارس سمين. هذه المرة الأولى، لكن المرة الثانية يحرز الهدف في هذه الثانية نيكولاي. التعادل، الريمونتادا حصلت، الريمونتادا وصلت بمهارة فوق العادة من وصيف بطل أوروبا أمام حامل لقب الدوري الأوروبي. آلبورغ يتعادل 18-18. سيلعب الدبابة الدنماركية الموسم القادم ميكلسن أفضل لاعبي العالم مع هذا الفريق، سينتقل من باريس سان جيرمان. بينيتفيجا عايز حلول مرة تانية، باقي 20 ثانية وبياخد فيجا 20 ثانية بالتمام والكمال، بياخد الوقت المستقطع عشان يدي التعليمات للاعبي ماجدبورغ. نتابع مع بعض هيقول ايه. اوكي wir bleiben im Ballbesitz, das ist wichtig. Fünf Pässe sind lang. 20 Sekunden nehmen wir ein bisschen was runter. Nur in Form. Ja. Die letzte Aktion, die wir nehmen, ist definitiv für Kai Butter, okay? Dass wir dann den Kreisläufer hier wegziehen lassen, aus was auch immer, aus Löwen. Und Beso, du gehst voll hier rein und Kai kommt im Kreuz. Komm bitte zu dir. Okay. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني بينيك فيجارد، مواليد 82 25 1 82، كان بيلعب جناح شمال. مره ثانيه بقى 20 ثانيه، تمرير 15 ثانيه، عايزين يطلعوا فايزين في الشوط ده اعتقد. اذا انا بلعب سلبي من حكماء اللقاء، عايز يعدي سلوفيني يلعب لكاسمتس، لازم يشوط يغير اتجاهه لكن ياخد رميه حره. بقى 5 ثواني هيشوط، يشوط من بعيد، سيمون جادي يتصدى للتصويبه في اخر ثانيه من الباك الشمال، عملها كويس قوي وراح للزاويه كويس قوي. اهو طلع من اعلى نقطه، ولكن سيمون جادي الحارس يتصدى للتصويبه. عموما هنروح الى استراحه قصيره ثم نعود ونلقاكم مع احداث الشوط الثاني، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، الى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى وأحداث الشوط الثاني اللي بيجمع ما بين ماجدبورغ وآلبورغ، ماجدبورغ الألماني وآلبورغ الدنماركي في مباراة قوية في شوطها الأول. 18-18 هي نتيجة الشوط الأول، متعادلين في كل شيء، كل فرقة صوبت 25 كورة أحرزوا 18 هدف، نسب 72%. بدأ الشوط الأول بشكل جدي جدا من ماجدبورغ الطموح بقيادة فنية من بينيتفيجارد اللي أثر بشكل كبير بطريقة الهجوم بتاعته عن طريق تميز الدفاع وقطع الكرات وغلق المساحات على التصويبات سواء لفيليكس كلار ولوكاس ساندل. نجح لده في فترة ثم خد وقت مستقطع المدير الفني آلبورغ وغير شكله خالص. نورنا تيتسون وستيفان ماتسن غيروا الشكل تماما على مستوى الهجوم والدفاع. بدأ فيليكس كلار يتحرك في الباك الشمال وبدأ يخلي الباك الشمال يروح على مركز صانع الألعاب، وخلى بشكل أساسي وثابت على مستوى الدايرة عشان يمنع حركة الدفاع ويتميز بالهجوم. على مستوى الهجوم ياسبر نيلسون السويدي اللي بيدافع في مركز اثنين وبيهاجم في مركز ثلاثة، بيدافع في مركز ثلاثة وبيهاجم مركز اثنين، يعني بيقف دايما في تاني لاعب. اهو راح تاني لاعب بالظبط، تاني لاعب على الدايرة، واقف فين؟ عند اومار. يطلع نيلسون سيب الكورة، التعادل 18-18. يو بقول لحضراتكم فيليكس كلار المهارة ما تحتار، فيليكس كلار في المهارة. بص اهو يعدي كويس قوي، كوراته غالية جدا، أكتر اللاعبين إفادة في صانع الهدف في البطولة. يجي في المركز الأول على مستوى الأسيست،
صناع اللعب المميزين جدا. مرة تانية خبرة كبيرة اسلوبيني عايز يعدي يعدي كويس لكن ياخد رمية حرة. الشوط الاول ميكل نيلسون ديجمار عمل شوط اول رائع على مستوى الباك يلعب الكرة حلوة قوي على الدايرة ويحرز الهدف. لا 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 عاملها حلوة قوي عاملها حلوة قوي. يرجع مرة تانية ادي هو استلم الكرة رائعة رائعة رائعة. كودروت استلم الكرة كويس قوي تحت ضغط دفاعي. مرة تانية تمرير عايز يعدي يلعب كرة حلوة يستلم كويس يا بص بقول لحضراتكم لاعب مميز جدا على مستوى الدايرة هي اسبر نيلسون عاملها له كويس قوي يحرز الهدف. مرة تانية عايز يعدي ياخد رمية كان عايز يديله رمية جزائية لكن اداله رمية حرة. تمرير مرة تانية عايز يعدي يرجع ياخد رمية حرة. عمر الايسلندي لاعب مؤثر جدا على مستوى الباك اليمين لعب الشوط الاول كويس قوي. مرة تانية عايز يعدي ماركو بيزياكا عمر عمر يشوط الكرة ولكن سيمون جادي خد الكرة كاوست نيكولا كريستنسن. مرة تانية عايز يعدي مارتن لارسن سيب الكرة لفيليكس كلار ياخد رمية حرة رمية حرة. مرة تانية تمرير عايز يعدي يرجع بيها مرة تانية ويقف قدامه لوكاس 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 يسيب الكورة فيليكس كلار نيكولا كريستنسن فيليكس كلار عايز وقف قدامه كويس قوي. عمر قافلين قافلين المساحات عايز يعدي نيكولا كريستنسن لكن وقف قدامه كويس قوي. عمر ماجنسون البرج يتقدم ولكن بره شاط الكورة بره يجري اسلوفيني عمر عمر لو اتعدى كويس يسيب الكرة حلوة قوي على الدايرة يسلم الكرة هايلة هايلة ولكن سيمون جادي بشكل غير عادي يشيل انفراد من الدايرة شال الكرة هايلة من ماجنوس تروبو. شوف بقى هنا من هدف ليك لهدف عليك. البرج بدأ يشتغل بقوة في الدفاعات كريستيانا بورنسن يحرز الهدف عملها كويس قوي لانه 30 سنه هذا اللاعب الدنماركي 21 19. البرج بدا يتقدم في الشوط الثاني. الشوط الاول ماجدبرج كان عامل مباراه جيده جدا جدا. تمرير يطلع ماجنوس شوط الكره قويه عملها حلوه قوي رائعه. بص هنا عملها ازاي ديجما رائع هذا اللاعب رائع هذا اللاعب 31 سنه 78 مباراه دوليه لعبوا مع الدنمارك احرز خلالهم 195 هدف ديجما. ايقاف دقيقتين ياسبر نيلسون ايقاف دقيقتين يطلع انتونسن من على الدايره يلعب الكرة فيليكس كلار لوكاس ساندل باك يمين فيليكس كلار صانع العاب عايز يعدي يقف قدامه على ما بين الخط الستة والتسعة الخط الستة اللي هو الخط السادة الخط التسعة المنطقة اللي بيلعب منها الكرة بيقف قدامه عشان ما يعديش ويعمل تقاطعات. مرة تانية مرمى خالي لألبرت سيب الكرة لوكاس ساندل سيب الكرة نيكولا كريستنسن عايز يشوط لكن يقف قدامه كويس قوي هنا ماجنوس
كوستروب بقى عملها كويس قوي. فيليكس كلارك يلعب الكرة قوية يعني جرين، المرمى خالي، المرمى خالي خالي، والهو يا شوف ازاي كرة سهلة تضيع ازاي، يا لاعب الكرة في المرمى الخالي، لكن يعني جرين طبعا هو اللي تصدى للكرة، هو اللي منع الخطورة، زعلان. تمرير بيوت كوربوفسكي بيدافع في مركز ثلاثة جامبو ماجنوس، عايز يعدي لوكاس نيكولاي كريسانسن، يقف قدامه كويس قوي أومار وماجنوس، واقفلين ما بين مركز اثنين ومركز ثلاثة على الدايرة. تاني لاعب وتالت لاعب اهو، تالت اهو، تالت لاعب ده ماجنوس رقم 23 اللي واقف جنبه أومار، اهو يطلع يعمل الحصد يتصدى هاري جرين، ياه يحيى يا 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 ينقل الكورة، عايزين يعملوا الخطورة، رجع خلاص سيمون تروح الكرة في الجناح، قافلين عليه، قفل عليه يوليسن مرة تانية أومار، يا سلام على التمريرة، جملة تكتيكية خطيرة، ولكن سيمون جاد تمايز غير عادي. بص شوف 24 سنة الدنماركي هذا الحارس كان سبب رئيسي في فوز ألبورغ على باريس سان جيرمان في السيمي فاينال دور الأربعة لأبطال أوروبا، هذا الحارس نزل في نهاية الشوط الأول وتصدى لكورة ومنع الخطورة قبل ما تعدي خط المرمى، تمريرة رائعة من فيليكس كلار، عملها حلوة قوي ياسبر نيلسون، 22 20 مرة تانية أومار ياخد رمية جزائية بمهارة فردية وإيقاف دقيقتين ياسبر نيلسون السويدي مدافع قوي وحديدي. ماجدبورغ اهو عدى كويس قوي 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 الايسلندي ياسبر نيلسون ياخد ايقاف دقيقتين، مباراة فردية يهوش أومار ويحرز، عملها كويس قوي أومار ماجنوس يانسن، عملها كويس قوي الايسلندي 24 سنة. بالمناسبة النادي اللي كان بيلعب له قبل ماجدبورغ هو ألبورغ اللي بيلعب قدامه النهاردة، انتقل الموسم الماضي لعب معاهم الدوري الأوروبي مع ماجدبورغ منتقلا من ألبورغ. نيكولاي كريسنسن عايز يعدي لوكاس سندل، يرجع مرة تانية فيليكس كلار الباك اليمين اللي تحول لباك يمين، هو اصلا صانع العاب راح على مستوى الباك اليمين، مره تانية يروح الباك اليمين مكانه غيروا المراكز، يروح فيليكس كار صانع العاب يلعب الكرة حلوة قوي، وهي دي الاسباب ايقاف دقيقتين، عملوا تقاطع الخط الخلفي كويس قوي وبالتالي بياخد بيوتر، هو اعتقد اللي خد الايقاف دقيقتين البولندي ياخد ايقاف دقيقتين، بيوت كيركوويسكي ايقاف دقيقتين اعتقد دي ثالث مرة ثالث مرة كارت احمر، ينزل لاعب بعد دقيقتين مكانه، لكن هو يخرج بره دكة البدلاء. 22-21 لصالح ألبورغ، نيكولاي كريستنسن يلعب كرة حلوة قوي زيادة عددية المرة دية ويحرز الهدف، يفتح لنفسه كويس قوي كريستيانا بارنسن 32 سنة هذا اللاعب، 147 مباراة دولية لعبهم مع الدنمارك من 2012 هو دوليا مع الفايكنج، حصل على فضية العالم مع الدنمارك في 2007 بياخد ايقاف دقيقتين، بياخد فيليكس كلار ايقاف دقيقتين، كلار ياخد ايقاف دقيقتين واضحه جدا في الاعاده، مصارعه مصارعه فيليكس كلار
كده عندهم نقص عددي اثنين لاعبين. اثنين لاعبين بياسبر نيلسون يلعب الكورة زيادة عددية. أومار يلعب الكورة يدخل الجناح بقى لوحده خالص وسيمون جادي حارس غير عادي. تميز عالي جدا. مرة تانية من نفس اللاعب. لا 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 قافل الباب. هي دي الأسباب. الحارس سيمون جادي 23-21 سبب التميز لألبورغ. حارس المرمى في الشوط الثاني أداء غير عادي. أداء غير عادي سيمون جادي. تمرير يطلع نقص عددي عايز يعدي نقص عدد الفرقتين بالمناسبة لأن بيوتر كمان كان واخد إيقاف دقيقتين. يكتم له بعد ثواني مش في الكورة عايز يلعب على الدايرة يعمل الخطورة تروح مرة تانية يعني جرين يشيل الكورة. أندرياس يانسن هيشوط الكورة من بعيد قوي 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 بالتأكيد. أندرياس يانسن 26 سنة الدنماركي يطلع من أعلى نقطة ويضيف الهدف. بص ازاي التصويبة قوية قوي تصويبة قوية قوي. أندرياس يانسن مرة تانية تمرير خلاص مش هيخش هناك خالص وقافل عليه في الكور اللي اتلعبت له. سلم حلوة قوي على الدايرة. موريتس الألماني 26 سنة يستلم الكرة رائعة. موريتس عملها حلوة قوي. بينيت فيجارت مدير الفني طبعا هو يهمه جدا انه يفوز اليوم. تمرير دور قبل النهائي اللي هيفوز اليوم هيلعب ان شاء الله يوم السبت القادم المباراه النهائيه. مره تانية عايز يعدي يلعب الكوره شاط الكوره قبل ما يستلمها. مره تانية الفرق هدفين. أومار 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 عايز يعدي يشوط الكوره ولكن مفيش هزار يتصدى الأومار. سيمون جادي الحارس الغير عادي. تمرير ديجمار يلعب الكرة ماركو بيسياك. ديجمار يروح على الباك الشمال عايز يعدي مرة تانية. ماركو بيسياك يلعب كرة كويس قوي لأن يلا ديجمار نيلسون يا سلام عايز يلعب له كرة على الدايرة. أعتقد في عقوبة أعتقد إيقاف دقيقتين. فيليكس كلار فيليكس كلار يا بص اللقطة هنا المدير الفني بيعمل إيه مش مصدق هو مش مصدق ياخد إيقاف دقيقتين. فيليكس كلار ستيفان ماتسون زعلان من قرار الحكمين لكن الإعادة واضح طبعا. تمرير مرة تانية يلعب الكرة حلوة قوي بإجادة تروح المرة دي في الجناح ويحرز بنجاح. المرة دي بقى دخل شاط الكرة بقوة. هورنيكا عملها كويس قوي. تيم هورنيكا الألماني 30 سنة من 2017 يلعب للماكينات من 2019 يلعب لماكبرج. هورنيكا عملها حلوة قوي عملها حلوة قوي. كان لاعب مميز جدا لما كان بيلعب لليمجو في ألمانيا. مرة تانية نيكولاي يلعب الكورة أندرياس يانسن. نيكولاي كريستنسن أندرياس عايز يعدي يعدي كويس لكن يقف قدامه يقف قدامه كويس قوي ماجنوس ستروب عايز يلعب له كرة على الدايرة لكن يقطع الكرة تروح يعني جرين تتنقل الكرة لأومار يقف هنا عايزين يعملوا الهجمة السريعة يلعب الكرة بسرعة بيقول له العب الكرة من مكانها. كريستيان سوليفان يلعب الكرة لسلوفيني يقدر يعدي لاعب خبرته عالية قوي عمل كرة في الشوط الأول من أفضل أهداف هذا اللقاء.
بذكاء شديد جدا خد الدفاع ودخل جوه السمتر وشاط كويس ونقل الكره من ايد لايد عشان يعمل تغيير حركي كامل لاسلوب التصويب. نزل دلوقتي الايسلندي جاسلي يلعب، ادي اول كراته، يلعب تمريره رائعه. اوه شوف شوف حارس يتصدى بشكل عالي ويوقع يشيل هدف غالي، بيشيل هدف غالي من لوكاس. وبياخد الوقت المستقطع، وجهة نظري في ميعاده جدا، لانه لسه يعني لولا الحارس كان ممكن الفرق يوصل كتير قوي. وجهة نظري عامل مباراة كبيرة جدا لألبورغ الحارس سيمون جادي. تابع مع بعض هيقول ايه للاعبين ستيفان ماتسن. Bitte für Holz und Lese Aufgaben stellen. Stopp. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني ستيفان ماتسن، مواليد 76 الدنماركي. ستيفان ماتسن يقود ألبورغ من سبتمبر 2019، نادي اللي تأسس في عام 2011. ألبورغ الدنماركي 24-23 الفرق هدف. الأربعة الكبار في السوبر جلوب. تمرير الخط الخلفي، فيليكس كلار عايز يعدي، لوكاس ساندل عايز يشوط الكرة يعمل الخطورة. الباك اليمين لوكاس ساندل عملها حلوة قوي، السويدي 24 سنة. اثنين الكرة تروح في الجناح هارنيكا. اوجمار عايز يعدي، حلوة قوي حلوة قوي. غير هنا حاجة مهمة جدا بينيت فيجا، لو كمل مش عارف أو هيطلع في الهجوم. فعلا خرج، لعب مؤثر قوي. وجهة نظر انا النهارده مش بيلعب كتير كريستيان سوليفان النرويجي. عايز يعدي، ياخد رميه حره. اومار ماجسون الايسلندي بيخلي كريستيان سوليفان يدافع وينزل مكانه في الهجوم ماركو بيسياك. لكن وجهة نظري لو بدا يلعب بالاثنين في الملعب هيعملوا حركه غير عاديه واختراقات للدفاعات لألبورغ. تمرير خط خلفي، ياخد رميه حره. ماركو بيسياك ياخد وقته في الهجوم، عارف ان هو بيلاعب فريق قوي، يهمه جدا انه يطلع بيه طبعا بنتيجه ايجابيه. في حاله التعادل هيبقى في وقت اضافي. يرجع مره ثانيه، عايز يعدي، يلعب الكره على الدايره هايله هايله، يلعب الكره على الدايره هايله هايله. عمر هنا المهاره بلا هزار. عمر عملها حلوة قوي، يستلمها كويس قوي. ماجنوس تروب اهو لعبها له رائعة رائعة من على الدايرة. ياخد رمية جزائية، هيشوط الرمية الجزائية الايسلندي عمر ماجنسون، يهوش ويحرز الهدف من تحت الحارس، من تحت رجل الحارس البديل اللي نزل في الكرة باك بيتسانا. عملها حلوة قوي، عملها حلوة قوي لماجبر. 25-24 الفرق هدف إلى الآن. 25 هدف من 35 تصويبة بنسبة 71%، 24 هدف من 38 تصويبة بنسبة 63% لماجبر. تمرير عايز يعدي، يعدي كويس، يلعب الكرة على الدايرة، قفل عليه كويس قوي هنا. ماركو بيسياكا عملها كويس امام انتونسن لاعب الدايره. لوكاس عايز يعدي، يعدي كويس قوي، يلعب الكره فاول مهاجم دخول بقوه. هنا بقى السبب في الكره دي اسلوفيني، وقف قدامه بسبب كويس قوي. مره ثانيه كريستيان سوليفان عايز يعدي،
عمر ياخد رمي حر هيغير كريستيان سوليفان هو اللي بيستغله دلوقتي بينت فيجارد بعد ما خد البولندي بيوتر ثالث الايقاف الدقيقتين وبالتالي خرج بره التشكيل مره ثانيه ماجنوس جولنرود عايز يعدي ستروب يرجع مره ثانيه يعدي كويس للمره الثانيه يا لو شاط الكره ياخد رميه جزائيه هو ما شاطش الكره ماركو بسيت عمل زي دي بالظبط في الشوط الاول اخترق وغير اتجاه وغير طريقه التصويب من ايد لايد واحرز هدف مره ثانيه عايز يعدي عمر الكرة قوية مفيش هزار التعادل من الايسلندي لا لا ماجدبرج عمل ريمونتادا بعد ما كانوا متقدمين بفرق ثلاث اهداف رجعوا للتعادل مرة ثانية في هذه الثانية عن طريق الايسلندي كرة قوية في المرمى معنية ما يقدرش يعمل لها حاجة خالص سيمون جادي بينيت فيجر اكيد سعيد بالتأكيد 25-25 التعادل التعادل السمين بقى 12 دقيقة لوكاس فيليكس كلار المباراة بقت سريعة عايز يعدي دفاعات قوية يلعب الكرة على الدايرة قطع الكرة كريستيان سوليفان يلعب الكرة مرة ثانية ماركو بيزياك كريستيان سوليفان لاعب رائع يسيب الكرة مرة كويس قوي عمر ماجنسون يا على الدايرة تتقطع الكرة انتونيسن جت في رجليه تقف السرعة 25 هدف من 35 تصويبة بنسبة 71% لألبورغ التعادل في الشوط الثاني 7-7 الشوط الأول انتهى 18-18 25 هدف لمبرغ من 39 تصويبة بنسبة 64% مرة ثانية عمر يلعب الكورة عايز يعدي كويس قوي أول التصويبات يقدر يشوط قوية عملها رائعة عملها ديجمار رائعة رائعة ميكالا ديجمار نيلسون الدنماركي عمل كرة هايلة يشوط الكرة المرة دي بتصويب غير عادي يانسن الدنماركي 26 سنة 2 متر 4 يطلع من أعلى نقطة يشوط الكرة يعمل الخطورة يتعادل باقي 10 دقايق بالتمام والكمال من سيذهب للمباراة النهائية في صالة الجوهرة تمرير خط خلفي عايز يعدي يرجع مره ثانيه قافلين الدفاعات قافلين الدفاعات عايز يمر هذا اللاعب بدا يشتغل من على مستوى الخط الخلفي ميكيل نيلسون ديجمار من 2013 يلعب للمنتخب الدنماركي ولكن جرين يتصدى جرين يتحدى ديجمار بمهارة غير عادية شاط الكورة اللي فاتت دي عملها حلوة قوي في الزاوية الأرضية مرة تانية لوكاس أندرياس يشوط الكورة يا رمية جزائية 27-26 ولكن رمية جزائية الألبر عملها كويس قوي فيليكس كلار خد الدفاع جوه أهو هارنيك دخل معاه جوه الستة متر يبقى رمية جزائية هنا ذكاء صانع الالعاب احد الاسباب اوه الحارس ادي اول مرة اوه لكن تاني مرة بوستيريو لسان الدنماركي 28 سنة من 2013 يلعب لألبورغ ادي التصدي الاول ادي التحدي الاول من يعني جرين حارس ثمين الدنماركي 33 سنة سينتقل إلى باريس سان جيرمان الموسم القادم. تمرير خط خلفي عايز يعدي فوجيرا يلعب كرة حلوة قوي لكن قافلين الدفاع رمية حرة حكمين عاملين مباراة جيدة حكمين ما بيتأثروش بأي قرار أي لاعب يشوط الكورة أنتوني سان يعمل حائط صد قوي قوي بيدافع في مركز ثلاثة 27-27 اهو انتونيسن عمل حاط صد قوي قوي اهو رقم 22 رائع اللاعب ده قوي جدا مرة ثانية تمرير ياسلي ثورجر يلعب الكرة على الدايرة هايلة 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 هايلة
هايلة هايلة. استلم الكرة كويس قوي على الدايرة ماجنوس ستروب، ياخد رمية جزائية. أحد الحلول لاعب الدايرة لو قوي بيقدر يلف بالدفاع، يلف كويس قوي، لأنه لو كمل معاه أكتر من كده ياخد القبضتين. هيشوط الرمية الجزائية سيمون، ويحرز بقوة الأيسلندي أومار ماجنسون. 44 مباراة دولية مع أيسلندا، أحرز خلالهم 118 هدف دولي دوليا من 2016 مع أيسلندا. أومار ماجنسون تمرير فيليكس كلار، يقطع من على الجناح. 28-27 لمجدي، اتغيرت النتيجة ورجعوا بعد ما كانوا عملوا رومنتادا كويسة قوي، بعد ما كانوا منظمين فرق ثلاثة أهداف رجعوا مرة تانية. الاثنين المدربين سواء أرنور أتلسون أو سفان ماتسن، الاثنين دايما دايما بيشاركوا بعض في الرأي، حتى لما كانوا بيلعبوا في الدوري الأوروبي بعض الأحيان كان أرنور هو اللي بياخد المسؤولية في التعليمات. مرة تانية نيكولاي يلعب كورة، لوكاس قافلين على تصويبة الباك اليمين، ده قوي جدا السويدي اللي معاه الكورة دلوقتي. لوكاس سندل، لوكاس سندل يقف قدامه كويس، ياخد رمية حرة. ماجنوس جولرود يقف قدامه كويس قوي. لوكاس سندل، ماجنوس جولرود هو ما شاطش الكورة، هو طلع هنا وقف قدامه بس. بينيفيك المدير الفني يلعب الكرة قوية، فيليكس كلار مهارة معاها تحتار. فيليكس كلار لاعب رائع، لاعب رائع، صانع الألعاب، أحد الأسباب القوية القوية. فيليكس كلار السويدي هنا في مصرنا عمل مباريات غير عادية، حصلوا على فضية العالم مع السويد مع الجبال الحديدية. منتخب مصر عمل مباراة أكثر من رائعة أمام السويد. تمرير لم أفعل شيء، كلار في أولمبياد أمام منتخب المحروسة. تمرير عايز يعدي، يعدي كويس، يقف قدامه هايل ماجنوس، ماجنوس ترو يقف قدامه هايل. مرة تانية عايز يعدي، لوكاس سندل يلعب الكرة على الدايرة. بص هنا الدفاع عامل ايه، قافل كل التمرير، هو ده الشيء الخطير. موجة سولة سيء، اوه في المرمى معنية عن طريق الايسلندي. أومار ماجنسون يتقدم لماجدبورغ 29-28، بنلعب في اخر خمس دقايق، أداء عالي ورايق من الفرقتين. 29 هدف من 43 تصويبة بنسبة 68%، 28 هدف من 39 تصويبة بنسبة 72%. ألبوم وصيف أبطال أوروبا. تمرير عايز يعدي، لوكاس يقف قدامه، يشوط قوية برة، يشوط قوية برة. الدفاعات لماجدبورغ حاملي لقب الدوري الاوروبي الموسم الماضي، بطولة قوية جدا على مستوى اوروبا، تاني البطولات القوية بعد ابطال اوروبا، نتابعها هنا عبر قنواتكم المفضلة دائما اون تايم سبورتس. تمرير خط خلفي، ديجمار عايز يعدي، يسيب الكرة لديجمار، يسلي ثورجير يعدي، حلوة قوي قوي قوي، جملة تكتيكية رائعة وتناغم حركي ما بين الخط الخلفي والخط الأمامي من أومار لتيم هورني كالألماني، يستلم الكرة المرة دي ويحرز الهدف. الفرق هدفين، المباراة رايحة لفين؟ يتقدم ماجدبورغ، يتقدم ماجدبورغ. هذه التمريرة الخطيرة من أومار، خد الدفاع ولعب الكرة باستمتاع، رائعة الكرة، حلوة الخطورة، وبياخد الوقت المستقطع عشان يدي التعليمات. نتابع مع بعض هيقول ايه في الوقت المستقطع الجهاز الفني أرنور وسيفان ميتسن.
ball eller de her centerkonsoler. Return ball, først efter screening på treen. Yes, det er fint. Okay, stadigvæk. Hjem og stå. Hele tiden klar. Nu kommer en masse og fortsætter med det her. Hænd i Steuerung, klarer Auftakt bitte. Greif diesen Spieler, Beso oder du, oder Mika im zweiten. 30-28 هي النتيجة إلى الآن. التقدم لماكبرج على حساب ألبور. 30 هدف من 44 تصويبة بنسبة 68%، 28 هدف من 40 تصويبة بنسبة 70% إلى الآن. أقوى الهجمات، أقوى التصويبات كانت من الخط الخلفي، وهذه يعني الجري. يتميز أعزائي المشاهدين، يتميز الحارس السمين يعني الجرين الدنماركي 33 سنة من 2007 يلعب لمنتخب الفايكنج، 134 مباراة دولية أحرز خلالهم هدفين. يلعب لألبورغ، يلعب لماكبرغ من 2014، سينتقل لباريس سان جيرمان الموسم القادم. مرة ثانية ديغمار عايز يعدي ماركو بيسياكا، كرة في المرمى غير عادي. هذا اللاعب عملها حلوة قوي، ميكال نيلسون ديغمار 31 سنة، تصويبة ما فيهاش هزار من ديغمار، 78 مباراة دولية و 175 هدف دولي. هذا اللاعب أهو يشوط الكرة من السبات، ينهي السكات، واللي فات فات. الفرق 3 أهداف. عمل الريمونتادا وتميزه فوق العادة في الشوط الثاني. يلعب كرة في الجناح، رايح لوحده بره المرة دي. يو ليسن يعني جرين. شوف الإعادة، قفل عليه الزوايا. باقي دقيقتين، كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. الدقيقتين في كرة اليد مش وقت قليل. اتنين مظبوط، يقل الفرق فورا. مرة تانية تمرير، عايز يعدي لوكاس، يعدي كويس قوي سلوفيني، لكن بص هنا بياخد بذكاء شديد بالتحديد ماركو بيزياك اسلوفيني، بيمسك الكوره في ايده كتير. اهو لعب سلبي صح جدا، فريق كبير لازم تعمل معاه كرات كتيره. يتصدى سيمون جادي، عامل مباراه رائعه، ولكن الذكاء الدفاع لماجدبرج هو السبب. يعدي كويس نيكولا. بص هنا عملوا ايه بقى، عملوا ارتداد من الهجوم للدفاع في خطوط طوليه دفاعيه، يعني كل واحد بينزل مكانه، عارف مكانه. يمرر الكوره انتوني سان، يقلص الفارق لهدفين. بنلعب في اخر دقيقه. ريني انتوني سان عايز يعدي، سايبينه خالص، مش عايزين يعملوا معاه. طلعوا مان تو مان. لا طبعا، يحرز الهدف لوكاس مينينيتس الالماني. 32-29 لصالح ماجدبرج، يسير ماجدبرج للمباراه النهائيه. 31-32-29 احرزوا هدف هدف، هم سابوا لهم الدفاع، طلعوا لهم لبره. خلاص صعب صعب التعادل. اعتقد يحرز الهدف، يقلص على الفارق. 32-30 بقى 5 ثواني، بقى 5 ثواني، ثانيتين، ثانية وينتهي اللقاء. 32 ماكبرج، 30 ألبورغ. وصيف أبطال أوروبا يلعب على الميدالية البرونزية، وحامل بطل الدوري الأوروبي والحاصل على أول بطولة تحت هذا المسمى يلعب المباراة النهائية إن شاء الله يوم السبت القادم. هيتبقى لنا رجل المباراة. المباراة كانت قوية، حتى النسب كانت قريبة إلى آخر ثانية. هنشوف، أعتقد أفضل لاعب أدي بينت فيجارت المدير الفني بيسلم على الحكمين، روح رياضية عالية قوي. أعتقد هو اللي هياخد أفضل لاعب. فعلا بياخد افضل لاعب ميكال نيلسون ديغمار الدنماركي 31 سنه،
اللاعب الدولي من 2013 صاحب 195 هدف دولي ياخد افضل لاعب في الليغا ميكل ديجمار نيلسون ياخد افضل لاعب ديجمار عموما هنتابع ان شاء الله المباراة القادمة ما بين برشلونة وما بين بينيروس البرازيلي بعد هذا اللقاء عشان نشوف مين اللي حيروح للمباراة النهائية بشكل كبير طبعا حيكون البارسا صاحب الدفاعات والهجمات القوية عموما إلى أن ألقاكم هنا على أون تايم سبورتس تقبلوا تحياتي كان معكم خالد خيري إلى اللقاء